الحسين من ديوانية المرهون في منطقة مقابة. سيد جابر يحييكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي لسعة. اليوم بنلسع بعض الأزواج اللي يتركون أطفالهم مع عاملة المنزل ومن الصباح إلى الليل مشغولين في الدوام والطلعات. خلونا نشوف آراء الحضور ونترقب آراءكم. طبعا شر لابد من الحين خدامة تكون موجودة، بس لازم يكون مع مراقبة ومتابعة. يعني ظروف الحياة الحين تعقدت، أو إحنا اللي عقدناها. يعني صار الرجل والمرأة يشتغلون من الصعب للعصر، يمكن حتى في أعمال ما تناسب المرأة، فطبعا بيكون هذا أمر سلبي بالنسبة للأطفال. يعني ما بنوتعي لهم كبرة وصلنا بعيد عنهم. يعني ممكن احنا نكون في بيت واحد، خاصة الحين مع السوشيال ميديا، بس كل واحد في عالم ثاني. يعني ما نعرف مشاكلها، ما نعرف أمورهم الخاصة، ما هم يعني بعيدين عنا غير عن الأول. نقعد على مثلا في الصينية واحدة ناكل، وهذه معاناة يعاني منها الجميع أعتقد، مو البعض. الآن أصبحت الخدامة في البيت هي تعتبر ركن من أركان البيوت، ومثل ما قال الأخ سبقنا شر لا بد منه. الآن كثير إحنا نلاحظ ونشوف على أن هناك مثلا الخدامة شلت شنه تسويش كذا، الآن ظهرت في الفيديوهات. بس لو ظهر أكثر بعد الناس ما تكترث، لأن الزوج يشتغل والزوجة تشتغل، فما في مجال من وجود الخدامة. أتمنى أن يكون هناك مراقبة أكثر من الآن المراقبة الموجودة. طبعا الزوجة ما عندها حل ثاني بالنسبة للخدامة. الأب يمكن يكون عنده حل، تناوب مثلا إذا كان أعمالهم مثلا بالتناوب، مثلا واحد زام الصبح واحد زام العصر، يمكن في هالحالة يقدرون يغطون جزء ولو يسير من مراقبة الأطفال. أنا بالنسبة لي طبعا إحنا نربي أولادنا، دائما عندنا أولادنا أولاد بناتنا دائما عندنا في البيت، بيت الجد يعني. إيه بيت الجد موجودين، كل أولادنا ربيناهم ربتهم أم حسن. لكن البقية لا، البقية مثلا إذا هي مثلا من المنامة وساكنة مثلا في منطقة الغربية أو في مدينة حمد، وينها تطلع الصبح تودي ولده، فتضطر تخليه مع الخدام. يعني أحيانا بيت الجد حل المشكلة. طبعا أنا أكلمك، عندنا هالحلول هذه، ما نعتمد على الخدامة نهائيا. والله أنا ما أعيد هالشي، أنا من ناحيتي نفس ما قال أبو حسن، أخلي الوالدة هي تتكفلهم. أما من ناحية الشغالة فقط شغل البيت، أما أترك عليها شغل البيت والطفل، أنت ما في أحن على الطفل غير الأم. أنا أقول الخدامة ضرورية في البيت، في كاميرات تراقب. يعني الكاميرات قد تساهم من ناحية الاطمئنان، ولكن يعني بعد الأب والأم عن الطفل قد يعني يكون له أثر تربوي سلبي في نفسية الطفل، فوش رأيك؟ بالعكس، الحين الخدامات يتكلمون إنجليزي، وخاصة الكينيين اللي جابوهم الحين ما يتكلمون عربي، كله إنجليزي، وتدرس الأولاد إنجليزي وتشتغل في البيت، والمرأة هكي بمكياجها وطالع السيف في السيتي ما يمشي. أيوة الأبو في الديوانيات وعش يشوف القهاوي للساعة 3، وشنو وين يودونهم؟ ما مش إلا الخدامة الطيبة المؤمنة. وأما الأخطاء موجودة في الخدم وفي المدارس وفي الروضات، وحتى في باصات الروضات، كم واحد وكم من شاهد هذه الأمور بعد. لكن إذا المرأة جت من عملها واستراحت شوي وراحت سيتي سنتر، أو راحت القهوة تشرب شيشة وما جت إلا الساعة 12، والأبو راح في ديوانية المرهون أو أي ديوانية كانت أو القهوة، بعد ما ليلة الخدامة تعشي وتنيمة، وهذا احنا كبرنا. صار رأيك عكس التيار، لكن رحب فيه عكس التيار. وهذا اللي يقول كذي هذا خاطئ، ما يسويها. أكثر 95% من البيوت الخدامات تحل محل الأم، ولذلك الولد إذا راحت عنا الخدامة بيتهم يشوف ينصرع، الأبو بعد ما يجي للساعة 12 الأب ما يلحق على زين، لن شاف ولده أو ما شافه، ما مش لها الفقيرة الطيبة الأجودية. وش رأيك بكلام حج عيسى؟ والله في يعني في شيء معقول، وأنا أخالفه في هذا الموضوع. موضوع الخدامات اليوم واللي صاير يعني في البيوت هو أكثر، يعني هاي النقطة حساسة، أكثر معاملة الزوجة للخدامة. سوء المعاملة هي تخلي أثرها على الأطفال.
من يعني ضارب من سوء معاملة، كل سبب ربة البيت ورب البيت. إذا أنت أسأت معاملة هذا الشخص، هذا جاي يبغي يعيش، فأنت إذا أسأت معاملته بيرجع الأمر كله على الأطفال، وهذا النقطة هي الحساسة اللي في هذا الموضوع. طبعا بالنسبة لرأيي أنا الشخصي، أنا ربيت جهالي يعني الحين تقريبا أكبرهم 30 سنة، أنا عمري ما جبت خدامة في البيت، مع العلم زوجتي تشتغل وأنا أشتغل، الحمد لله ربعين ربيتناهم بروحنا. طبعا في زوجتي فترة ما هي كانت تشتغل نودي الجهال بيت والدتها، تربتهم فترة معينة، وبيت له عمتها إذا كانت مو والدتها عمتها هذه. أما خدم أنا صراحة ما أجيب خدم. عملية سلبية إذا كان ما كان ويا الأهل، يعني مثلا العائلة بس الاثنين كانوا يشتغلون، مثلا الأب والزوجة يشتغلون، فما عندهم حل ثاني غير استخدام الخدامة. فالخدامة لازم شنو يراقبونها، شلون يراقبونها، شلون تربية العيال، شلون يهدون عليها عيال صغار، شنو ردة الفعل من الصغار، وشلون معاملة الخدامة للصغار. المشاكل اللي صارت من الخدم إلى الأطفال أدت مشاكل، يعني أنت شفت تصرفات الخدامات ويا الأصغار شلون يسوونهم، خاصة إذا جاهل يعصب دائما، بس هي ما تتحمل، ما تثق، ما ولا تثق فيها. الأهل المفروض ما عنده ثقة في الخدامة في الشغالة، وهي جاية على أساس تأخذ راتب، مو جاية تتحمل أزيد من طاقتها. لازم تفرق أنت بين خادمة ومربية، لازم تجيب مربي إذا تبغاهم حق تربية الأولاد، يجيب متخصصين مربية يعني عندها شهادات، عندها جاية من أكاديمية صحيحة على أساس تستخدمها. أما تستخدمها هي تربي الأولاد وهي تكنس وهي تغسل وهي تطبخ، هذه ما يسمونها يعني مربية. هذه في مربيات واجد كثيرة يجيبون، أكو يجيبون فلبينيات، يجيبون أندونيسيات، عندهم لغة، عندهم تربية، عندهم متخصصين يعني. هذا اللي المفروض يجيبونه، مو يجيبون يجيب لك واحد شغال بس تحط تحت ولاده وتمشي تروح تشتغل، هذا ما يصير. احنا في مدارس خاصه الحين ياخذونها من الشهرين الثلاثه، ياخذونهم افضل من تخليها، يعني افضل من تخليها، هذا ما عندهم ما لهم امان دلين.